السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة توصيل نظام الطاقة الشمسية للمنزل، يعني كي نحبو ندخلو الطاقة الشمسية للمنزل. يعني نشوفوا الحلقة اللي فاتت شفنا العناصر الأساسية أو المكونات الأساسية للنظام الطاقة الشمسية في المنزل. اليوم إن شاء الله سوف نرى طريقة توصيلها بدون يعني دخول في يعني الأرقام إلى آخره. لو كان ندخلوا في الأرقام يعني تطول الحلقة. دونك اليوم إن شاء الله نشوفوا برك طريقة التوصيل ان شاء الله. كاش نهار نخصو ايضا طريقات يعني كيفاش حساب يعني كيفاش تشري هذه الالواح والبطاريات الى اخره، يعني جميع العناصر لمنظومات الطاقه الشمسيه للمنزل. اذا بدون اطاله نروحو نشوفو. اذا كما راكم تشوفو رانا وجدنا ثلاثه يعني الواح الطاقه الشمسيه كما راكم تشوفوا، يعني هذو الرول تاعهم او يعني الدور تاعهم يحولوا الطاقه الضوئيه الى الكهرباء. الكهرباء بيان سور هذا الكهرباء يكون مستمر. اذا نروحو نشوفو نبداو ونشوفو عنصر رقم 2. عنصر رقم 2 هو هاد لي كونتاكت، يعني هاد لي فيش، يعني سي دي فيش. هادو من خلال هاد لي فيش نقدروا نربطو هاد يعني الالواح الشمسيه. الان نشوفوا كما راكم تشوفوا لهنا هذا منظم الشحن، يعني كما راكم تعرفوا كامل هذا يعني الالواح الطاقه اللي تمدنا الكهرباء. يعني مثلا اذا عندنا 12 فولت يعني ما تمدناش 12 فولت بالدقاق حسب يعني الحراره اللي تكون في يعني المكان اللي بلاصيت يعني اللي درناهم هذا الالواح. مثلا يعني يعني باش تمدلك يعني هذو متفقين عالميا، يعني باش تمدلك يعني لا فالور اللي ماركينها في هذا اللوحه، يعني لازم يكون 27 درجه. يعني كل ما تطلع يعني 27 مثلا حتى 30 يعني يكون يهبط الفولتاج، كل ما يهبط تحت 27 يعني يمدلك الفولتاج اكثر من 12. مثلا اذا عندنا مثلا هذا يعني الالواح من 12 فولت. اذا كما قلت لكم هذو الالواح الطاقه الشمسيه، هذو يعني ديفيش باش نربطو من خلاله هذا يعني بين الالواح و يعني منظم الشحن. هذا منظم الشحن كما قلت لكم الدور تاعو ينظمنا هذا يعني التيار اللي يجينا من هذا الالواح. هذا يعني هذا المنظم عنده 6 اقطاب كما راكم تشوفوا. القطب الاول نربطه بين هذا الالواح مع هذا المنظم، يعني عندنا هذا القطب الزائد او القطب الموجب. القطب الثاني هو السليب، هنا نربطه البطاريات في الوسط، يعني عندنا قطب الموجب وقطب السليب. يعني عاده ما تلقاو موجب والسليب تلقاو يعني الرمز تاع البطاريه، هنا تلقاو الرمز تاع الالواح، لهنا تلقاو الرمز يعني وين يخرجنا الدي سي، يعني الكورون كونتينوي او التيار المستمر. اذا بدون اطاله نروحو نكملو. كما راكم تشوفوا لهنا زدنا يعني البطاريات، هنا استخدمنا 3 بطاريات، يعني هنا استخدمت 3 بطاريات. كل ما يكون عندك بطاريات اكثر كل ما تكون يعني يمدلك يعني تكون الشحن والامبيراج ايضا يعني جدة التيار ايضا تكون مليحه وايضا لابويسونس. اذا خيرنا 3 كما قلت لكم يعني في الديبي تاع الحلقه، يعني ما ندخلوش في الحسابات. لو كان ندخلو في الحسابات ما نخلصوش كامل. هذو ايضا فيشات، هذه الفيشات ايضا نربطو بين البطاريات مع هذا الفيشات لكي نروحو لمنظم ايضا، ولا مع يعني باش تكون يعني التوصيل بين الالواح والمنظم، يعني من خلال هذا المنظم نشحنو هذه البطاريات.
هذا الانفيرتر او محول تيار الكهرباء، لان يعني التيار اللي نتحصله من هذا الالواح يعني يكون تيار مستمر، وايضا يجينا مثلا 12 فولت ولا 24 ولا 48 حسب المنظومه اللي تستعملها انت. اذا هذا الانفيرتر يعني الرول تاعو او الدور تاعو كي نمدلو 12 فولت يعني يخرجني 220 فولت، وايضا هاد 220 فولت تخرجني بالتيار متردد لكي نقدر نستعمل هذا التيار للاجهزه المنزليه. كما راكم تعرفوا كامل الاجهزه المنزليه مثلا الثلاجه ولا لاكوزينيير ولا الغساله الى اخره والمصابيح يمشيو كامل ب 220 فولت، فبالتالي لازم يعني يكون عندنا هذا الانفرتر اللي يكفي المنظومه. الان استعملوا هذا البراكر، هذا يسموه البراكر، ولا يعني لو كان تكلموا على يعني كهرباء المنزليه ولا سي دي فيزيبل، عنده سي دي فيزيبل ولا يعني هما اجهزه الحمايه لهذا الالواح ولا لهذا عفوا هذا المنظم ولا للبطاريات، يعني كل واحد نستعملوها. لهنا درت ثلاثه يعني براكر. الان بدينا يعني كما راكم تشوفون نبداو الان ب نوصلوا هذا يعني الالواح بالتوازي. هنا يعني اللي كان عندي لهنا 12 فولت 12 فولت 12 فولت، يعني لازم نديرهم بالتوازي باش نخرج 12 فولت، ويعني يكون قيمة التيار يعني اكثر، يعني مثلا كل وحدة اذا عندها 20 20 20 فبالتالي يكون عندي 60 امبير و12 فولت. الان نبداو بتوصيل على توازي هذا الالواح. كما راكم تشوفوا جبت البوزيتيف او قطب الموجب تاع اللوحة الاولى، قطب الموجب تاع اللوحة الثانية، قطب الموجب تاع اللوحة الثالثة. كما راكم تشوفوا جاو كامل لهنا وخرجنا للبروكر، يعني هذا جهاز الحماية. ولهنا ايضا يعني قطب السليب للوحة الثانية والقطب السليب ايضا للوحة الثانية عفوا والقطب السليب للوحة الثالثة، وخرجنا كامل لهاد يعني لاجونكسيون، يعني يكون عندنا لا سورتي. ولا سورتي يعني او المخرج تاع هذا الالواح كما قلت لكم يروحوا يعني للاقطاب الاولى للمنظم، يعني كما هكذا كما راكم تشوفوا. يعني عندنا البوزيتيف او الطرف الموجب تاع الالواح راح يعني للطرف الموجب تاع المنظم، والمخارج تاع الالواح اللي هو القطب السليب راح كامل لهنا، يعني ربطناهم على توازي كامل وجبنا واحد راح لهنا واحد راح لهنا. إذن الآن نروحو نبداو بالربط البطاريات. كما راكم تشوفوا راني جبت أيضا الآن كما درت لهنا يعني البطارية الأولى البطارية الثانية والبطارية الثالثة، درتهم كامل في هاد الفيشة. الآن نخرج يعني بالموجب واحد فقط هكذا باش نسهلو الحالة. الان جبت يعني طرف السليب تاع البطاريه الاولى، طرف السليب البطاريه الثانيه، طرف السليب البطاريه الثالثه، جمعتهم كاع في فيشه واحده كما راكم تشوفوا. الان تكون خارجه يروح يعني المنظم. كما راكم تشوفوا عندنا الطرف الموجب اللي خارج من ثلاثه بطاريات بالتوازي كما قلت لكم، يعني خرج من هذه الفيشه راح البراكر، يعني هو جهاز حمايه من الخرجه تاعو راح يعني للطرف الموجب تاع المنظم كما راكم تشوفوا. هو في الوسط كما راكم تشوفوا عندنا قطبين في الوسط، واحد موجب واحد سليب يروحوا البطاريه. الان نجيب نديو القطب السليب تاع البطاريات اللي هو هذا، نديوها يعني المنظم الشحن كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. الان نروحو نجيبو الان خلصنا من المنظومه كامل، يعني الان نروحو نجيبو يعني طرف الموجب يروح لهذا البراكر او هذا جهاز الحمايه ويدخل لهذا
إذا كما راكم تشوفوا جبنا يعني المجيب من القطب المجيب في لاصورة تاع البطاريات، درنا هذا جهاز الحماية. الآن لاصورة تاعو تروح يعني المجيب تاع المحول التيار بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، راح كما راكم تشوفوا لهنا ماركي زائد. الآن نجيبو السالب من الخارجة تاع البطاريات أيضا يروح للسالب تاع المحول بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. الآن رانا وصلنا كامل يعني الدارات تاعنا، بقينا غير نديو الأجهزة اللي يعني تاعنا تاع الدار تاع المنزل بهذا الشكل. مثلا عندنا هذا الطابلو، نتوما ستو ديبون يعني لهنا مثلا عندنا 1000 واط، هذا يعني الانفرتر يقدر يعطينا 1000 واط، يقدر انت عندك في الدار ربما عندك اكثر من 1000 واط، يعني فبالتالي لهنا لازم يدخلوا الارقام كما قلت لكم، يعني لهنا ما دخلتش في الارقام، عطيت لكم برك طريقة التوصيل. الآن يكونوا مخرجين لهنا يعني فاز والنتر او التور و و يعني السليب، عفوا ماشي السليب يعني الحيادي، يروحوا للطابلون تاعنا بهذا الشكل. الآن جبنا كما راكم تشوفوا الطرف الحيادي راح لهذا الديجونكتور، الآن نجيبوا الطرف المجيب كما راكم تشوفوا او تطور دخل في الطابلو تاعنا، فبالتالي عفوا ان عنده الخارجه لهنا 220 فولت. لهنا بقاو هنا زوج هادو، يعني زوج هادو اذا عندنا مثلا كاش حاجه تمشي بالتيار المستمر نوصلوه، يعني لهنا يخرجنا 12 فولت بالتيار المستمر. ولكن كما راكم تشوفوا، الى هذا لقد وصلنا لنهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في الشرح. اذا لديكم اي سؤال اكتبونه في الكومنتار، ان شاء الله يعني في الايام المقبله ان شاء الله ندخلوا كما قلت لكم في الحسابات والى اخره، باش يعني تكونوا تقدروا تشريوا هذه الالواح يعني توصلهم بانفسكم. إذا نقول لكم صحة عيدكم، صحة رمضانكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.